بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أحبة الصائمين ورحمة الله وبركاته. سؤال اليوم 23 من شهر رمضان المبارك. كثير من الأمور يحسبها بعض الصائمين أنها من المفطرات، ولكنها في الحقيقة ليست من المفطرات. على سبيل المثال أعزائي، مص الخاتم. مص الخاتم عندما يثير أحدنا لعابه، يحاول أن يدخل شيئا في فمه، بل يحاول أن يثير هذه الغدة اللعابية حتى يستدر شيئا من اللعاب ويدخله إلى الجوف، هذا ليس من المفطرات ولا يؤثر على الصيام في شيء. كذلك مضغ الطعام بالنسبة إلى الصبي، تأتي الأم على سبيل المثال تضع الطعام في فمها، تلوكه وتحاول أن تذيبه، ثم بعد ذلك تخرجه وتلقمه إلى طفلها الصغير وبدون أن يتعدى إلى الجوف، حتما بدون أن يدخل شيء منه إلى الجوف، وهذا أيضا ليس من المفطرات، لا إشكال في ذلك. كذلك بالنسبة إلى مضغ العلك. مضغ العلك، العلك طبعا أقسام، بعضه فيه عندما يمضغه الإنسان تتفتت بعض أجزائه وتدخل إلى الجوف، طبعا هذا لا يجوز. أما لو افترضنا أن هنالك نوعا من أنواع العلك لا تتفتت أجزاؤه بسبب المضغ، هذا لا يؤثر بل فإذا لا بأس بمضغ العلك حتى وإن وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه بحيث أن أجزاؤه لا تدخل إلى الجوف. ولا بأس بمص لسان الزوج والزوجة، طبعا هنا يشترط سماحة السيد، لابد أن لا تكون هنالك رطوبة غير مستهلكة. أما لو كانت رطوبة مستهلكة، يعني قليلة، رطوبة قليلة بين اللسانين، لا إشكال في ذلك ولا بأس بذلك. أما لو افترضنا توجد رطوبة كثيرة ثم بعد ذلك دخلت إلى الجوف، طبعا هنا يكون إشكال في الصيام. هذه بعض الأمور التي قد يحسب أنها من المفطرات ولكن لا إشكال فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ببركة محمد وآل محمد.